أحمد المعمري يطلق عليه البعض بأحمد العبقري، حول من اللاشيء إلى أشياء بث فيها الحياة، وصنع الثلاجة من الكرتون والفلين وأشياء أخرى، وصنع آلة عد النقود وأبهرنا بأنها توضح كم عدت من النقود، وصنع البندقية وعملت، والرجل الآلي الذي يعمل كريبوت، وحرك العقرب المصنوع من الكرتون والقصب والأعواد التالفة، وأنتج الحفار، ومثله المثقاب أو الدريل، وشغله أمام الحاضرين، ويطمح أن يصبح يوما أحد المخترعين العظام الذين يختمون البشرية. نحب ندرس ونطور من أنفسنا ونحول الأشياء المصغرة إلى أشياء مكبرة إن شاء الله. أتمنى أن أكون يعني مخترع كبير إن شاء ومعروف ونخدم البلد. تعرف البعض على العبقري أحمد وأحب أن يقدمه لوسائل الإعلام، وحضر الكل بهدف الاطلاع والتعرف على المخترعات وتشجيع الشاب الصغير وتكريمه والعمل على تحفيزه ومحاولة البحث عمن يتبنى أحمد ويوفر له مقعدا دراسيا يصقل هذه الموهبة. أعتقد أن أحمد المعمري مشروع مبدع عبقري لوطن ولوطن عربي بشكل متكامل. أحمد المعمري لابد أن ينال المكانة التي يستحقها. أعتقد أنني في مكتب الثقافة شدني هذا البروغرام الدعائي عنه بما دفعني أن أتابع، وهو أن يستحق التكريم. نحن أردنا أن نوصل رسالة من خلال تكريم هذا الفتى المخترع العبقري، بأن نوصل رسالة بأن نتعز عصية على الانكسار في كل الظروف. هذا الفتى الذي يدرس في المدرسة ويعمل في بوفيا لغسل الأكواب، ثم كذلك يقوم بهذه الاختراعات، يستحق منا التكريم والالتفات وكذلك السعي وراء أن يحصل هذا الشاب على حقه من التعليم الحرفي والمهني، وكذلك أن تمنح له منحة على حساب الدولة. أحمد المعمري مع دراسته يعمل هنا ليغسل الأقلاص ويلبي طلبات الزبائن، ويفخر بأنه يعمل ويكد ويتعب من أجل لقمة العيش في ظل الظروف التي تمر بها مدينته. المعمري بحتاج إلى مؤسسات أو إلى منظمات تتبني تأهيله. الرجل شبه جاهز، الرجل عنده قدرات خارقة. لما تشوف الآن أقل من شهر على ما تعرفنا عليه في أكثر من 6 اختراعات، ثلاجة تكاد تكون محاكاة مطابقة للواقع، مكيفات، الإضافة إلى المكنسة الكهربائية، إلى العقرب، ما طلعتهم عليه. رجل استثنائي وله خبرات ونشاط متعدد، مش في مجال معين. يعني لو في تبني وتأهيل هذا ممكن ينعكس لصالح المجتمع. في هذه المدينة يسكن الإبداع والمواهب والعقول المتنورة، وما أحمد المعمري إلا واحدا من هؤلاء الذين يعول عليهم ليبنوا ويخترعوا ويسعدوا الآخرين بالعلم والابتكار لا بالحرب والدمار.